يلزم أن نعرف قيمة الاستقامة والعمل بالاستقامة، وهو الذي يسمى بالوسطية أو بالاعتدال. الوسطية أو الاعتدال هو المعتبر المطلوب من كل أحد أن يكون أن يسلك مسلك الوسطية أو الاعتدال، وأن لا ينحرف لا يمين ولا شمال ولا غير ذلك، وإنما يستقيم. ولا يكون ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة، على منهج الكتاب والسنة هو الصراط السوي، الصراط المستقيم، وهو الوسطية، وهو الذي يراد من كل أحد من المكلفين أن يكون عليه إلى أن يموتوا، من منذ أن جرى عليهم قلم التكليف إلى أن يموتوا. والله سبحانه وتعالى حث على ذلك في غير ما آية من القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا، يعني وهكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا ويمهد لنا الطريق السوي حتى نلزمه ونكون ناجحين. وأهل الاستقامة والصراط السوي والصراط الوسط، هؤلاء لهم صفات ولهم أحوال ولهم مقامات يختلفون فيها، وهو المطلوب من كل أحد أن يسلكه ويعمل به.